مشاهدين اهلا وسهلا بكم في برنامج مصري جريء. النهارده معانا اخبار مهمه جدا ومعانا مفاجاه الحلقه، بس الاول هنبتدي بالاخبار اللي عايزه اقولها لكم. دي مهمه جدا، ويا جماعه انا مش لابسه الكمامه بس داخله بيها الاستوديو، ها معايا الكمامه، مهمه جدا اليومين دول لبس الكمامه مهمه جدا. النهارده اصدر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 247 لسنه 2020 التعيينات والتعديلات في الوظائف القضائية، والجريدة الرسمية ستنشر فيها نص القرار ده. كان أول خبر معانا النهاردة. معانا حاجة تانية، قرار دكتور طارق شوقي اللي بيقول إن امتحانات الثانوية العامة ستقام في ميعادها 21 يونيو الحالي تحت الوقاية الاحترازية، وإن اللجان هتكون معقمة تماما تعقيم كامل مع مراعاة الطلاب للبس الكمامة. ده مهم جدا ان الطلاب تدخل لابسه الكمامه، علشان ده هيبقى تجمعات كبيره. احنا كنا كلنا خايفين من موضوع الثانويه العامه، فالحمد لله دكتور طارق شوقي حل لنا الموضوع وعقم اللجان، سهل لنا كل الدنيا. فاحنا واحنا نازلين من البيت رايحين طبعا للامتحان ضروري جدا ان احنا نكون لابسين الكمامه، واخدين معانا الكحول بتاعنا، مطهرين ايدينا، حتى في الاماكن المواصلات او وسائل المواصلات لازم يكون ده اساسي في حياتنا يا جماعه. تمام، دي الأخبار اللي احنا بنتكلم فيها. معانا حاجة تانية مهمة جدا برضو، وده موضوع أنا لازم أتكلم فيه لأنه كارثة كبيرة جدا. خلاص، الكارثة دي الناس اللي بتبيع الكمامات المستعملة، شفت باعة جائلين واقفين في الشارع. أنا مش عارفة بصراحة هم بيجيبوا الكمامات المستعملة دي منين، يعني غالبا يا بيلموها من القمامة يا بياخدوها، يا أنا مش فاهمة. يعني أنا بتفاجأ بحاجات غريبة جدا، بتفاجأ إن ناس بتبيع كمامة مستعملة في الشارع. طب فين الشرطة؟ طب فين الجهات المختصة؟ يا جماعة من فضلكم ركزوا على النقطة دي، الناس دي بتلم الكمامات من القمامة وتعيد بيعها تاني، طب ما دي مشكلة كبيرة جدا. أو المواطنين داخلين مراكز حكومية، فممكن يبقى الحد لابس الكمامة ويخرج من المكان عشان معهوش كمامة فيلبس كمامة حد تاني. دي كارثة برضو، مصيبة. طب أنا دلوقتي بناشد كل الجهات المختصة، يا جماعة من فضلكم إلقوا النظر على البائع الجائلين اللي في الشارع اللي بيبيعوا الكمامات المستعملة. مهم جدا، ده مهم جدا، لأنه ده أكتر حاجة بتنقل العدوى. بليز من فضلكم، من فضلكم أنا بناشد الجهات المختصة. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، وده شاغلني جدا وشاغل ناس كتير جدا. الأكثر تضرر من جائحة كورونا وهم فئات الكافيهات والمقاهي الصغيرة والنت كافيه والحاجات الترفيهية دي. الناس دي يا جماعة عندهم أسر، عندهم بيوت، في عمالة مؤقتة. طب دلوقتي احنا قفلنا المكان وسيبنا العاملين او صحاب الاماكن، صحاب الاماكن عليهم مسؤوليات. انا اعرف ان في ناس دلوقتي بعت صيغه زوجاتها، اعرف ان في ناس مش عارفه تدفع فلوس المدارس ولا الدروس ولا اي حاجه. طب انا دلوقتي اللي بتكلم فيه ايه؟ بتكلم فيه ان احنا نحاول نبص للناس دي يعني مع مراعاه ظروفهم. طب هيعملوا ايه؟ احنا دلوقتي بقالنا اكتر من ثلاث شهور او اربع شهور في موضوع جائحه كورونا. هنعمل ايه مع الناس دي؟ تفتكروا ايه اللي ممكن نعمله؟ ايه التعويض الكافي للناس دي؟ على فكره ده بجانب ان في منشات سياحيه. طب المنشات السياحيه دي هنعمل معاها ايه؟ ما هي برضو دي فئات من فئات الدوله المتضرره بجائحه كورونا. يعني المفروض تعويضا للناس دي. احنا ما بنقولش ان نحمل الدوله اعباء، انا عارفه ان الدوله عندها اعباء كتير جدا. وعارفه ان الله يكون في عون سياده الرئيس ورئيس الوزراء. بس انا بناشد رئيس الوزراء من فضلك، يعني عايزين ننظر للناس دي بعين الرحمة شوية. حتة الكافيهات والمقاهي الصغيرة، ومع أني عارفة أن حضرتك الأيام دي طبعا ده مع قرار سيادة الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، وقرار حضرتك أنك هتفتح النشاط الرياضي وهتفتح المساجد، وده بصراحة يعني قرار رائع. فتح المساجد ده قرار رائع جدا. يعني الناس لما قلنا ده، وحضرتك النهارده كنت في اجتماع وبتتكلم على فتح المساجد الاسبوع اللي احنا فيه، ده قرار اسعد الناس جدا. موضوع فتح المساجد كان قرار صائب من حضرتك جدا.
فأنا من المواطنين اللي بتشجع فتح المساجد وفي التوقيت ده بالذات، مع مراعاة طبعا المسافة ما بين المصلين، أو مع مراعاة الوقاية الاحترازية، ده مهم جدا. نرجع نقول بقى احنا عندنا منشآت سياحية، مهم جدا مهم جدا المنشآت السياحية. فسيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، من فضلك يا فندم انا عايزاك تركز بس شويه على موضوع المنشآت السياحيه، حتى نخليها سياحه داخليه ونشوف الناس دي، ونقدر نخلي في ترويج للسياحه الداخليه يعني جوه البلد، برضو مع مراعاه الوقايه الاحترازيه، ده مهم جدا ان احنا يبقى عندنا وقايه. ازاي نتعامل مع او نتعاون او نتعايش مع فيروس كورونا؟ احنا محتاجين دلوقتي نشغل الحياه وترجع الحياه لطبيعتها، بس يبقى فيه وقايه، يبقى فيه احترازيات قوي، نقول قوانين للتعامل والتعايش مع كورونا. احنا ممكن نتعايش مع الفيروس ده ازاي ونرجع حياتنا طبيعيه؟ اوكي، ما عندناش مانع، وحضرتك فرضت الغرامه على الناس، هي الناس التزمت وابتدت فعلا تفاعلات الفيروس تقل. امبارح انا شفت ان الفيروس قل كتير جدا ومعدلات قلت كتير جدا لما اتفرض الغرامه على الكمامه، بس انا مش عايزه الشعب يلبس الكمامه عشان في غرامه. انا عايزه الشعب يلبس الكمامه عشان يخلي باله من نفسه، عشان يبقى في وقايه، عشان نقدر نحد من انتشار المرض. انا جايبه الكمامه، بروح اي مكان وانا لابسها، عايزه كل الناس وانا بعمل حملات دلوقتي علشان الناس تتبرع بالكمامه، واوريدي معايا حد النهارده هيتبرع ب 2000 كمامه، انا بشكره على الهوا باشمهندس معتصم، انا بشكرك جدا يا باشمهندس على كرمك واخلاقك انك انت تبرعت لي النهارده ب 2000 كمامه. انا هيبقى معايا طبعا تصوير لتوزيع الكمامات دي، مهم جدا علشان الناس تشوف ان في ناس بتتبرع وتساعد الدوله. تمام، فكل اللي عنده مقدره ان هو يتبرع لصالح الدوله انا بناشد من خلال البرنامج. فيا فندم انا بشكرك يا ست رئيس الوزراء، سياده رئيس الوزراء على انجازاتك، بشكر سياده الرئيس على انجازاته وعلى كل اللي احنا فيه دلوقتي والوقفه الجامده اللي حضرتك واقفها مع الشعوب واقفها مع بلدك. بس من فضلكم راعوا العماله المتضرره من فيروس كورونا، خلينا نبقى جنبها، اصحاب الكافيهات، اصحاب الشركات السياحيه، نحاول ننشط ده، السياحه اتضررت جامد جدا. طيب بعد بقى ما دخلنا في الشق السياسي وجائحه كورونا والتعب والحاجات دي، نحاول ندخل شويه على الشق الترفيهي. انا النهارده معايا فنان شعبي، فنان جميل، ابن محافظة ايه؟ انا حسيبك تعرف نفسك، بس انا الاول هقول معايا المطرب الفنان الشعبي نظمي دياب. اهلا بك يا نظمي. اهلا بحضرتك نظمي. انت نورت برنامج مصري جريء، وانا بشكرك طبعا ان انت معانا النهاردة، والمفروض انك تعرف نفسك للسادة المشاهدين. نظمي انت منين؟ انا من المنصورة. احسن ناس والله المنصورة، يعني ناس زي الورد زي الفل. طب قولي يا نظمي انت عملت ايه بقى؟ اشتغلت قبل كده ولا ايه؟ كلمني عن نفسك يعني. انا عملت كليبين. تمام، فين يا نظمي؟ عملت ذاعوا اوريدي؟ اه تمام، نزلوا في شعبيات والمولد. تمام والله بجد نزلوا في شعبيات والمولد. حاجه الله. كويسه جدا الحمد لله، واحد توفيق يا رب، ربنا يخليك. اتفضل. ولسه واحد في المونتاج. طب اتفضل. يعني 2 كليب وواحد لسه في المونتاج. اه 2 كليب ربنا يا رب يبقى فتحه خير عليك اللي في المونتاج ده لسه. ربنا يخليك. طب قولي يا نظمي انت طموحك ايه في الفن؟ انا طموحي ان انا ابقى مطرب مشهور. ان شاء الله ربنا هيحقق لك. طب ممكن يا نظمي تسمعنا حاجه كده لايف، وبعدين يا جماعه حاجه برضو فيديو كليب من الفيديوهات الكليب اللي كانت معانا، بليز لو سمحتوا، بس بعد ما نسمع حته من اللايف بتاعك. اتفضل يا نظمي، سمع بقى الجمهور بتاعك حته من اللايف بتاعك. لايف، عايزين نسمع حته لايف منك على الهواء. يا عيني لا لا عين، ويا عيني لا ليلى عين، بعد الكتاب ما تقرا انا تهت في المتاهة. يا عيني على اللي جرى، ويا خوفي من الجيات،
يا عيني على اللي جرى ويا خوفي من الجاية، يا عيني على اللي جرى ويا خوفي من الجاية. أصل اللي راح انتهى، أصل اللي راح انتهى، وبكت عليه العين والدمعة جنب اختها، والدمعة جنب اختها، والدمعة جنب اختها، كتبت بخوف أنا فين. عليك الله عليك يا نظمي، الله عليك بجد ما شاء الله عليك. نظمي انا حاسه، انا حاسه ان صوتك، نبره صوتك قريبه شويه من الفنان حسن الاسمر. ايه والله الناس كلها بتقول كده، بس يعني صح. يعني انا حاسه بكده بصراحه. هو والله يا خير اكيد ده شرف من الله يرحمه. يعني انا يزيدني الشرف والله. صوتك ما شاء الله ما شاء الله بجد، ربنا يخليك. يعني بجد عاجبني صوتك جدا، ربنا يكرمك. طب قول لي بقى، مين تحب تشتغل معاه من الملحنين؟ انا احب اشتغل مع الاستاذ حسن دوني. فنان كبير طبعا. يعني بنحييه من خلال برنامج مصر جريء، وعمل طبعا لاكبر الفنانين. اكبر الفنانين الاستاذ محمد دوني طبعا. حسن دوني حسن دوني سوري. طبعا عمل للاستاذ حسن الاسمر طبعا طبعا طبعا. عشان كده انا بقول لك يا نظمي انت صوتك قريب جدا من صوته، جدا 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 يعني. ده الحمد لله. عموما حضرتك نورتنا طبعا في البرنامج. طب انا بقى عايزه يا جماعه بليز لو سمحتوا عايزه اسمع حته من الكليب بتاع نظمي، ممكن؟ طيب دلوقتي يا عبال بس ما يجهز، عايزين ناخد دلوقتي سؤال تاني وده مهم. ايه رسالتك في الفن؟ رسالتي في الفن ان انا ابقى مطرب كبير ومشهور، واغني اغاني كويسه بعيد عن المهرجانات. يعني عايز تاخد، يعني انا دلوقتي يعني قلت لك انا صوتك دلوقتي في ودني، رنين في ودني نفس رنين حسن الاسمر. انا بقى عايز اسالك، يعني انا شفتك كده، انا بقى عايز اسالك انت هدفك تبقى مين؟ يعني انا نفسي نظمي دياب ولا في حد انت عايز تبقى؟ لا انا زي نفسي واخد نفس الكارير بتاعك. انا نفسي ابقى نظمي دياب. نظمي دياب. طب ايه رايك في المهرجانات يا نظم؟ والله ده لون وده لون، بس يعني انا جائحه المهرجانات عندنا كورونا وجائحه. ايه رايك؟ طبعا انا مش بعيب في المهرجانات ولا حاجه طبعا، اكيد كل حاجه ليها جمهورها اكيد طبعا. تمام أكيد. بس انا بقول من وجهه نظري انا كمطرب معايا شعبي بساله، هو ملوش كارير المهرجانات، بس بسالك انت ايه رايك كفنان؟ والله بتسمع يعني وانت مثلا في عربيتك او انت في البيت، او ممكن تفتح مثلا مهرجان تسمعه؟ انا شخصيا ساعات كل فين وفين، مش على طول بصراحه، بس انا بسالك انت ممكن تفتح مهرجان تسمعه؟ لا ما اسمعه. صعب صح؟ صعب جدا. يعني مش مرجح الفكره. لا مش مرجح المهرجان خالص بصراحه. بجد؟ بجد. طب انت الناس في المنصوره بقى عارفين انك مطرب بيتعاملوا معاك ازاي؟ اكيد طبعا. لما لقوا بقى ايه؟ لما لقوا نظمي نزل الكليبات بتاعته بقى وعلى شعبيات والمولد، كانت ايه بيتعاملوا معاك ازاي يا نظمي؟ والله يعني كل 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 مطرب ابن بلدهم طبعا. طبعا عشان كده بسالك الناس بقى كانت بتتعامل مع الناس فرحانة، كانت فرحانه بيك طبعا. انت في قريه في المنصوره؟ انا في قريه يعني قرى من المنصورية. من اقل من المنصورة كده. يعني بس القرية بقى دي الناس كان في تفاعلات معاك لما عرفوا اول طبعاً. ما نزل لك فيديو كليب اللي نزل ده كان ايه الاخبار؟ عملوا ايه الناس؟ تفاعلوا معاك؟ والله الناس تفاعلت جامد جدا، وكان يعني حاجة بسطاني جدا. يلا بينا. طب نشوف الفيديو بتاعك بقى، عشان انا يعني بص عايز اشوف الفيديو ده بفارغ الصبر. يلا بينا يا جماعة نشوف حتة من الفيديو كليب بتاعك. طيب احنا دلوقتي بس عايزين بقى يلا بينا كده نشوف الفيديو، فيديو كليب، حته من الفيديو كليب بتاعه بليز. طب انا عايزاه يجهز من فضلكم دلوقتي. تمام. فانا يعني عايزاه يجهز بس بليز، عشان احنا كلنا تشوق دلوقتي، احنا عايزين نسمع الفيديو بتاعك. هناخدوه بس يجهز بس في الكنترول دلوقتي. انا بقى عندك اطفال طبعا؟ اكيد طبعا. فيهم حد بيغني فنان زيك طالع زي ابوه كده؟ نقول هذا الشبل من ذاك الاسد. عندي. مين اللي واخد؟
بنتي، بنت الصغيرة. يلا بينا طيب نطلع نشوف الفيديو بليز. الله عليك، الله عليك يا نظمي، ده انا ما كنتش اعرف بقى ان انا قاعده مع حد فنان جامد. الكليب بتاعك تحفه بجد، بس انا زي ما قلت يعني انا حقيقي حاسه، يعني طبعا مع تقديري للفنان حسن اسمر ومع تقديري ليك، بس انا حاسه ان انا بسمع حسن بس، ما اعرفش بقى دي حاجه اكيد الساده المشاهدين هيقولوا كده، ان انا فعلا صوتك زي صوت حسن اسمر، يعني سبحان الله، يعني يخلق من الصوت 40. طب قولي بقى دلوقتي، سالتك عن ولادك، انت عندك اطفال وفيهم حد بيغني صح؟ عندي نفس رحمة. عنده قد ايه؟ رحمه 3 سنين. عندها قد ايه رحمه؟ بنوته رحمة. عندها قد ايه؟ بتغني؟ بتغني بس صوتها. على الدرس يعني بتقعد تدندن معاك في البيت كده؟ حافظه الاغاني كلها. حابب انها تطلع مطربه؟ نفسي والله بجد بجد والله؟ والله يلا ان شاء الله هنجيبها معانا في حلقه ونشوف بقى تطلع زي بابا. طب انا عايزه اسالك برضو سؤال كده مهم جدا يستهويني قوي، لو في يوم من الايام بقيت مطرب معروف قوي قوي وتعرض عليك انك كمان تمثل، هتختار انك تبقى مطرب ولا مطرب ممثل؟ لا بقى مطرب بس. مش حابب؟ لا لا مطرب بس. مطرب بس. مطرب بس. طيب انا يعني في نهايه اللقاء انا عايزه اشكرك، اشكرك ان اسعدتني النهارده بجد. ربنا يخليك. صوتك حلو جدا. ربنا يخليك. الجزء اللي انا شفته من الفيديو حلو جدا، انا بجد سعيده وعايزه انوه اني هتبقى معايا في حلقه تانية. انا ليا الشرف بس تكون هتبقى معايا في حلقه تانية، وهقول اني في وقت من الاوقات هقيم صوتك وهقول انك احسن مطرب ان شاء الله معايا بعد 4 حلقات. ربنا يخليك، ربنا يخليك باذن الله. انا كنت سعيده بيك يا نظمي. انا اسعدك وشرفتني. وانا دلوقتي يا جماعه في نهايه البرنامج ممكن تقول لجمهورك او الناس اللي شايفاك كلمه قبل ما اختم؟ انا او لبلدك، لاهل بلدك. لبلدي، بلدي انا ليا الشرف. ولاهل بلدك اكيد طبعا. انا ليا الشرف ان انا ابقى ابن المنصوره واحسن ناس. ربنا يخليكم. طيب يا جماعه انا دلوقتي في نهايه البرنامج بحييكم من برنامج مصري جريء. طبعا كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي مهمه جدا، عايزه لبس الكمامه، الوقايه، الايام اللي جايه عايزه الفيروس يقل. الفيروس مش هيقل الا واحنا لابسين الكمامه، مش عشان الغرامه، علشان نحاول نبقى في وقايه، وقايه شديده جدا. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكر سياده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. في نهايه البرنامج احييكم، كنت معكم اميره مرسي في برنامج مصري جريء.